قبل أن نستغل الموضوع لابد أن أسألكم السؤال التالي، اذكر أسماء بعض الغابات في العالم. نعم، ممتاز، أجوبتكم جيدة. مثلا من بين الغابات التي سنتعرف عليها غابة الأمازون بأمريكا الجنوبية. نعم، الغابة الاستوائية المطيرة بأندونيسيا، وأخيرا غابة المعمورة بالمغرب. ممتاز، والآن سننتقل جميعا إلى ملاحظة الصورة وقراءة العنوان لاقتراح بعض التوقعات. من بين التوقعات التي يمكن اقتراحها، التوقع الأول: جبال عالية تكسو قممها الثلوج. التوقع الثاني: غابات المغرب توجد بجبال الأطلس فقط. التوقع الثالث: غابات المغرب كثيرة ومتنوعة. والاقتراح الأخير: تمثل غابات المغرب ثروة اقتصادية مهمة. والآن ننتقل أعزائي عزيزاتي إلى قراءة النص قراءة جيدة معبرة. غابات المغرب، غابات المغرب كنز من كنوز الدنيا ومنحة إلهية منحها الله لنا لننعم بفوائدها. هي تجمع كثيرا من الأشجار مختلفة الأشكال والأنواع، ومصدر رئيس لإنتاج الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون. هي ذات مجال بيولوجي مناخي متنوع، كما أنها زينة للأرض تمنحها جمالا ورونقا، تضفي عليها طابعا خلابا. فغابات المغرب ذات موقع جغرافي متميز، إذ توجد بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي والصحراء الكبرى، وهي مكان للنزهة والاسترخاء. فتأمل أشجارها يشرح النفس، والتجول بين ممراتها يبهج الفؤاد. إنها فضاء بيئي جذاب تعيش فيه جل الكائنات الحية من حيوانات ونباتات وطيور، وتغطي سلاسل جبلية متفاوتة الارتفاع، وهي تذر على السكان القرويين مداخيل هامة تتيح لهم العيش بكرامة. لذلك تشكل الغابات المغربية ثروة اقتصادية مهمة لا بد من المحافظة عليها وتنميتها، فهي تنتج سنويا كمية هائلة من خشب النجار والخشب الموجه للصناعة وحطب التدفئة والعلف والفلين والعسل والفطر. لا شك أعزائي أنكم استخرجتم بعض المفردات الصعبة من قبيل تمنحها. نعم، العلف، الفلين، منحة، أيضا تضفي. جيد، ستحاولون شرح هذه المفردات الصعبة لنتوصل إلى الجواب الصحيح في الحصة المقبلة إن شاء الله. أنتقل بكم إلى السؤال الموالي ليتبين لي هل فهمتم الفكرة العامة التي يدور حولها النص. نعم، لماذا اعتبر الكاتب غابات المغرب كنزا من كنوز الدنيا؟ ممتاز،
لأن للغابة فوائد كثيرة، بيئية طبيعية تمنح الأرض جمالا ورونقا، سياحية مكان للنزهة والاسترخاء، ثروة اقتصادية كإنتاج الخشب والعسل والفطر.